بالنسبة لأخوي اللي هو أكبر مني بالشارع ساعة مدد حتى أروح قطعت الشارع في سبيل يشيلوه يا أهل وقفة يقول لي أنا أخاف مسؤولية تعرف عشائر ما عشائر يعني ساعة كاملة أنا أريد أشيله ما حد يشيله من وراء ساعة إجا طفل صغيرون انتفض أخذتها الغيرة باوع عليه شاله المشكلة كبار اللي أوقفهم يقول لي مسؤولية كبير بالعمر طبعا اللي هو هذا لما رفض انه يشيله طبعا هو من حقه يرفض لانه يشيله يشلبون به المكان اللي يروح ياخذه به يهزوه ان شاء الله انقطع سبيل المعروف سببها العشائر يعني مجرد بس كلام قال له انت وياك انا قوم زين ها شنو كلها ملايين وصارت تجاره بالنسبه للعشائر صارت عندهم تجاره ساعه مشمور بالشارع ما حد يشيله وإذا أنا هم بالشارع هم ما أشيله لأن من وراء العشائر والشرطة تشليبه تشليبه يعني تشليبه شلون يعني يبتلي اللي يشيله يبتلي ما يخلص من العشائر زين والشرطة شلون والشرطة نفس الشيء يطب للمستشفى يا أهل جابه تدبوا جوا يا بان شلته أنا هيك ماكو ما يخلص فالناس تبتلي تبتلي انا واحد من الناس هسه نفوت على واحد ما شيله بس الله جاب لنا واحد صغير ومندفع وشالي يعني اللي يجيب له شخص مصاب وما يعرفه ممكن يبتلي على عمره يمكن حيعتقل احسنت المساله القانونيه والعشائريه فهذا قطع سبيل المعروف عن كثير من الناس لذلك بعض الحالات احيانا تصل ل متأخرة يعني يمكن مريضة أو إصابته ممكن الساعات الأولى بدل ما تفاقم حالته إذا كان عنده نزيف أو مشاكل أخرى ممكن أنه في بداية إصابته ممكن حيستفاد المريض بما أنه يوصل بحالة متأخرة حتى إذا كانت إصابة في الرأس أو في بقية أعضاء الجسم المفروض اللي يندهس أو أي إنسان يلقى لواحد بالشارع المفروض ينقله للمستشفى ويشجع يقول يتكافئ عليه الشغلات المفروض ويدورون وياه فصل عشائر وهيك قضايا يعني هاي ما راح تصير بعد ما حد يسوي الإنسانية ما حد نعاني من هاي الشغلة احنا نعاني من هاي الشغلات وهذا عمل إنسان احنا نستقبل يومية حالتين إلى ثلاث حالات ومرات أكثر من ضحايا الحوادث المرورية تصير عندنا هواية هيك أمور أنه يتأخر يعني جلب المصاب للمستشفى تصير حالات مثلا دهس ويهرب الجاني فناس يعني تجي تتطوع تنقل المريض او المصاب للمستشفى النتيجه دا يصير انه دا يجون مرات اهل المريض يلزمون هذا اللي متبرع وجايبه ولو يشتكون عليه بالشرطه ولو يسوون عليه فصل عشائري صارت هاي الحالات تعدلت هوايه بالنتيجه الناس قامت من تشوف مصاب بالشارع قامت تخاف تشيله وتجيبه للمستشفى خوفا من المشاكل ومن الملاحقه العشائريه فعندنا نرجع نتوسم بالمجتمع انه اللي يتطوع واللي يجيب مريض ما المفروض احنا ندخله مشاكل وراها لان يعني هيك احنا نقطع سبيل المعروف فنرجو من الناس انه اكو يصير وعي بهالامور ومن جايب المريض متطوع المفروض ما ينحط تحت طائله القانون او طائله المساءله العشائريه.